مفهوم متجهة، كل ما نتكلم عليه في الجبر فهو عبارة عن قيمة عددية. فمثلاً إذا تكلمنا على وزن جسم ما، ناخذ مثلاً كيس يزن 50 كيلوغرام، فلسنا بحاجة لشيء آخر أو معلومة أخرى لكي نستوعب معنى كتلة هذا الكيس، أي تكفينا القيمة العددية 50 في التعبير عن هذه الكتلة. ولكن إذا أردنا أن نزيح هذا الكيس عن موضعه الأصلي بقوة معلومة مثلاً 40 نيوتن، فهل القيمة العددية 40 نيوتن تكفينا لمعرفة أين سيزاح هذا الكيس؟ واش أفقياً، عمودياً، أو إزاحة مائلة؟ مثلاً نأخذ الزاوية 30 درجة. إذن نحن بحاجة إلى مفهوم هندسي جديد يحتاج بالإضافة إلى القيمة العددية الاتجاه والمنحى. هذا المفهوم هو اللي غادي ندرسه في هذا الدرس ويسمى المتجهات. وبالتالي المتجهة هي عبارة عن قطعة موجهة لها أصل وطرف، حيث الأصل هو نقطة البداية والطرف هو نقطة النهاية، ونميزها بثلاثة عناصر تتمثل في الطول والاتجاه والمنحى. كما نعبر عن المتجهة بطريقتين، كطريقة أولى بالمتجهة AB، أي AB فوقها سهم من اليسار إلى اليمين، والحرف A على اليسار والحرف B على اليمين. بالنسبة للطريقة الثانية يرمز للمتجهة BU، حيث U حرف صغير وفوقها سهم من اليسار إلى اليمين. يعتبر روبر فال اللي عاش ما بين الفترة 1602 و1675 من بين الأوائل اللي استعملوا قاعدة متوازي الأضلاع في جمع القوى والسرعة. كما تشير الأبحاث إلى أن المهندس الدنماركي كاسبار فيسل استعمل مفهوم المتجهة لتمثيل الأعداد العقدية هندسياً، وذلك كان سنة 1799. أما استعمال مفهوم المتجهة دون ربطه بالإحداثيات واستعمال الرمز المتجهة AB فقد تم في أواسط القرن 19، ويرجع الفضل في ذلك للعالمين الرياضيين إغمان غراسمان اللي عاش بين 1809 و1877 وويليام هاملتون اللي عاش بين 1805 و1865. وترجع كذلك أسباب ظهور المتجهات في القرن 17 ميلادي إلى تطور دراسة علم الحركة في الفيزياء عن طريق أبحاث نيوتن. إذن إن التحدث عن سرعة جسم غير كافي، بل لابد من تحديد الاتجاه والمنحى، وهذا يعني أن دراسة علم الحركة تتضمن خاصية المتجهة. ليكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوى، الزوج A B يحدد متجهة يرمز لها بالرمز A B فوقها سهم، وعادة ما نرمز لها B المتجهة U، U صغيرة فوقها سهم، ونمثلها بسهم يكون له نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس المنظم مع المتجهة AB. النقطة A تسمى أصل المتجهة AB، النقطة B تسمى طرف المتجهة AB، المستقيم AB هو اتجاه المتجهة AB، المنحى من A إلى B هو منحى المتجهة AB، المسافة AB تسمى منظم أو معيار المتجهة AB. انتباه، القطعة يمكن أن نعبر عنها ب AB أو BA، ولكن المتجهة لا يمكن أن نعبر عنها في نفس الوقت ب المتجهة AB والمتجهة BA، لأن المتجهة AB والمتجهة BA ليس لهما نفس المنحى.